اليوم يا جماعة الخير وبهذا المقطع رح نبدأ مشوارنا في عالم المصارعة، لأن اليوم هو أول يوم بالنسبة لنمط المهنة يا جماعة الخير. إي نعم، رح ندخل هذا الطور مباشرة. يا جماعة بدعمكم على هذا المقطع بزر لايك بشكل جدا كبير. أوكي، إنه البطل القادم، ليتس جو شباب. دخل الآن قوة مهيمنة في كل أنحاء العالم يا جماعة. إنه بطل العالم المستقبلي اللي هو أنا يا شباب، أنا. إنه لا يخطئ، إنه متصدر المين إيفنت. هم عارفين يترجموا مين إيفنت، إنه قفل يا جماعة. من انا قفل حبيبي؟ ايش اللي انا قفل؟ يا ساتر، هلا والله يا حبيبي، هلا والله يا شباب. او ماي جاد، لازم اسوي شخصيتي من هذا المكان. راح احاول اني احط شخصيه تشبهني بحد كبير جدا. اوكي، راح احاول فيها يا شباب. تمام، اتوقع شباب ببقى في ذي الملابس صح؟ مو كذا احسن؟ احسن ما البس لبس كذا معفن من هذول الملابس. اوه وات، شوف كيف بدي البس. لا اتوقع كذا بخرب الجو والله، والله ما ادري، احس كذا بخرب الجو صح؟ وري وري ذا اللبس شويتين الان. لا تخيل البس كذا، والله فضيحه يا جماعه. ايش ذا الملابس؟ ملابس شوارع عندك هنا الان. هنديني البس كذا؟ لا اكيد لا، ما بلبس كذا يعني، بس احس وجهي لازم اغير وجهي الان. ديم يا ولد، والله التخصيص حلو شباب، تخصيص خزينة. او ماي جاد، ادري ايش، خلينا مثل ما نحن شباب. اتوقع ليتس جو، خلينا انا على الاقل كذا ليتس جو قبول يا حبيبي. والله يا شباب صار لي ساعتين ماكل هم شلون ممكن اجيب صوره واحطها هنا، صوره وجهي يعني، ولكن اتوقع اني فشلت. ما ادري يا شباب، الصوره موجوده هنا ولكن مو جالس يخليني اضغط عليها لاي سبب، انا ما اعرف. ليتس جو شباب. واخيرا والله بعد تقريبا ساعه كامله من العناء انا ابحث كيف ممكن احط صورتي ومدري ايه، خلاص يعني نبدا يا جماعه. والله تعبت، والله تعبت يا شباب، ابي ابدا. المهم دخلوني الان الاجواء. الان الهدف انه نستمتع باللعبه ويكون هذه شخصيتي، انكم عارفين هذا انا يعني. اوكي اوكي، انا على وشك اعاده تسميه هذه البطوله على شرفي. هل يمكنك تتخيل بطوله سامي كونتيننتال؟ اظن ان الاسم ملائم للغايه. وهذا سامي صح؟ هذا سامي شباب يصارعنا فيه. هذا يهايط كثير هذا الاسم سامي، اتوقع يا شباب مصارع عربي بالدبليو دبليو اي يعني، اتوقع الكل سامع فيه. لك ما اعرف مين راح اواجهه، ولكن راح اهزمه ايش ما كان يكون يعني، وما راح يشوف الانتر كونتيننتال شامبيون شيب مجددا ابدا. والله لا ادعسك، يتكلم عني طبعا الان. خليني ادخل، خليني ادخل شباب، والله اسوي الفينشر عليك. دخلت لحظه واحده، دخل ممكن الاسطوره القفل. انا اسمي القفل يا شباب، ذا لوك اسمي الان. اوكي، دخل القفل اسطوره، يلا بلاك. ايوه فك يا مدير فك، خلينا نشوف من في ورا هنا. ادخل يا مدير ادخل. دخل كينج مام كالو الان شباب، هذا انا الان. يا حبيبي ذيس از مي يا حبيبي. اي نعم، هذا انا يا حبيبي، هذا انا. طبعا بعدين راح نغير هذه الامور كلها يا جماعه، ما علينا. ما اتوقع حبق القفل كذا للابد، ما علينا. اوكي ايزي بيزي. تشجيعاتكم يا شباب، شجعوني يا شباب، شجعوني. ليتس جو، راح ندخل على الحلبه شباب، راح ادعس لكم يا دعس مو طبيعي، وراح اخذ الانتر كونتيننتال شامبيون شيب منه الان. ايزي بيزي، جهز وضع. اوه بياخذ منه الحزام عشان ابدا مصارعه الان. خايف شباب، خايف. اوكي والله لا اخذ الحزام منك الان، راح نلعب على الحزام. ولك راح نلعب على الحزام، الله اكبر. ليتس جو، اوريك من انا الان. اوه بدينا فورا ولد، ما كنت مستعد انا والله. يا ساتر، اوه اوه ماي جاد، ايش ذا؟ لا هذا ما توقعت شباب. اي اصبر علينا يا حبيبي، اصبر. خذ هذه الان، خليك تحت. خليني ادخل يا شباب، اسوي حركات الان. ليتس جو شباب، ليتس جو. هنا الكينج مكانه هنا حبيبي، هنا خلاص حرك مكانه. خذ هذه الان، مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه. سوي فيها بطل، تعال هنا اوريك من انا شباب، اوري من انا الان. خذ هذه اول مبارزه لي يا شباب، لازم. ايش التثبيت؟ والله ما اثبتك لين ما اشبع منك الان. خذ هذه، تعال هنا. اوه مسكني. اوكي معلش اقدر اتفادى، ايزي بيزي. خذ هذه الان، شفتوا الحركة؟ اوه والله رهيبة الحركة والله. يا عمي وخر يا عمي، بس انت وينك لما كنت العب مصارعة؟ وين كنت انت الان؟ وين كنت؟ خذ هذه الان في خشمك الان، يا سلام. تعال هنا، لسه ما شبعت منك، محسبني شبعت منك الان؟ شوف دي الحركة شباب، بوم يا حبيبي، شوف دي الحركة، بوم. خذ هذه، يلا مع السلامة. اوه ماي جاد، شوف الحركة. شباب شوف 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 الحركة. وات؟ اي بحاول اخلص حركة استسلام دي ولا لا؟ اوه خربت الحركة، شوف. بوم يا حبيبي، ابلع هذه، يلا مع السلامة. اطلع له مكالو، اطلع له الان مكالو. تصفيقات شباب، تشجيعات الان، اقفز عليه مكالو، بوم على خشمك الان. يلا اصحى، ما تبي تصحى؟ ما بسبته الان شباب، لسه بدري على عشان اسبته الان. خذ هذه كمان، مع السلامة. والله لو اوريك من انا والله، والله لا خليك ضعيف يا ضعيف. اوه شوف كيف اسوي بيدي الان، ادافع عن نفسي الان، نلعب ملاكمة شباب ولا ايش فيه؟ وين رايح؟ بايرش مان، ما صار والله، ما صار. خذ هذه كمان الان. تم سويت مجموعه ايوه، بعدت الان شوي بعد الحكم، والله الحكم هو شاب من الحكم كنت مسوي. نفذ حركه عكس، حركه عكس، ايش دي حركه عكس؟ اتوقع كذا قصده الان، حركه عكس. ابلع هذه حركه عكس. اوكي نايس، والله فهمناها يا شباب. اوكي الان طالب مني، لا طبعا. نفذ هجوم اشتباكا عنيفا على سامي، موقع الزاويه،
يعني ما اطلع لهنا واسوي اشتباك عنيف على الان من هنا. بوم، هذه ما تحتسب، والله ما تحتسب. اوكي يا جماعه بسوي الان حركه كذا، الان برفع، الان بسوي في حركه الان من اسطوري حركات الزاويه. الان اطلع شويتين معانا، اطلع اطلع شويتين، اطلع اطلع اطلع. لا لا مساكني مساكني، كنت بسوي في الحركه اللي مطلوب اني اسوي. يا اخي تعال هنا، تعال هنا اوريك ذي الحركه. سامع في ذي الحركه ولا لا؟ سامع في ذي الحركه ولا لا؟ يخرب بيت والله قوي. ما يمديني ما يمديني، خلاص فكني، ما يمديني يا شباب فكني. اوكي معلن، ايزي بيزي. اصحى مكالو، اصحى، لا تسمح لي مكالو، لا تنسى الهجوم العكسي يا مكالو. بديك تسوي هجوم عكسي يا مكالو الان، مكالو الان سويها ضده مكالو، مكالو ايوه. خذ هذه احمله الان، ودي الان خذ هذه، كفو. لا ما صار، والله ما صار، كان كان لازم. هو سوا فيني، يا للخساره. لازم اسوي شباب هجوم عكسي ضروري عليه. ايش بيسوي ذي؟ ايش ذي الحركه هذه؟ ايش هذه؟ يخرب بيته، ايش ذي الحركه؟ يخرب بيته، ايش ذي الحركه؟ بوم، صحيت من جديد. تعال هنا. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، روح لهناك، تعال هنا، ابلع ذي على السريع. نعم تعال هنا، تعال لسه ما شبعت منك. سوي على الفينشر شباب، الفينشر، اصحى اصحى، ممكن الفينشر، ليتس جو. شوفوا الحركه دي شباب، هذه الفينشر تبعي طبعا، يعني اتمنى ان تعجبكم يا جماعه، لان هذه قدروها يا جماعه الخير. بوم ترابابا، بوم يا حبيبي، يا ساتر. الان بحمله شباب واحد، الان نعطيه كذا واحد الان على السريع. المفروض اني اوديه للزاويه، اتوقع لازم احمله من راسه الان عشان تضبط. اوكي اضغط على بي بعدين اي بالزاويه، اضغط بي بعدين اي بالزاويه. اوكي خلاص، هذه هي شباب، هذه هي. شوف الان راح اسويها يا جماعه الخير الان كذا، وهذه هي يا جماعه. ابلع 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 وابلع، مع السلامة. سويتها الان واخيرا، اقسم بالله اني متت يا جماعة. اوه ماي جاد، استهزاء للخصم هذا هو. يلا هذه استهزاء يا جماعة، هذه مو استهزاء ولا كذا نسوي استهزاء، هذه مو استهزاء ولا كذا نسوي استهزاء. يب سويتها شباب، سويتها، جالس استهزئ بالخصم. ميت هو الخصم، ميت اصلا. فينشر لازم اسوي على الفينشر واخيرا، ابشر. والله هو سوى علي حركة، يبون فينشر الان. ولك انا سويت عليه 300 مليون فينشر، بس ما ودي استسلم فيه، يعني جالس اتسلى فيه الان شباب. هذا ابلع ابلع، خليك طايح بالارض الان. ودي اسوي عليك فينشر هنا، والله والله بسوي عليك فينشر هنا، اصبر شويتين كذا امام الجميع الان، خلي عبره لمن لا يعتبر. اصحى اصحى، بسوي عليك فينشر امام الكل، خلي الكل يتابع الكينج مان كالو، ليتس جو. اصحى يلا، هذه فينشر على مخك الان، مع السلامه. امام الكل الان، بوم بوم يا حبيبي، مع السلامه. يلا يا حبيبي يلا، انا بروح للداخل، بروح للداخل خلاص، بروح. خليه يطلع، خليه يطلع شباب، خليه يطلع، خليه يطلع. هذا الان مات يا حبيبي تحت، يلا اسقى واطلع، اطلع انا. هذا راح يطلع ولا شباب؟ والله اني ملك ملوك الاسطوره كلاب انا الان. اوه ماي جاد، جبت العيب، اسمع علينا. يلا اصحى اصحى اصحى، وريك الفينشر الثاني. اصحى اصحى، اثنين فينشر ورا بعض الان. ممكالو امسكوا الان، ممكالو، هلا والله يا حبيبي. بوم يا حبيبي، بوم، يلا مع السلامه. يلا اي وات، لا مستحيل، شلون؟ اقسم بالله صعب، وات ذا فاك شباب، ما توقعت والله. يخرب بيته، مو تعبان لسه. يلا اصحى اصحى، هذه المره مستحيل تنفد مني، هذه المره مستحيل اخليك تنفد والله يا شباب. مباراه زمن العمر هذه يا ولد، كم يا شباب والله كهرباء. اوه ماي جاد، اغمى علي اغمى علي شباب، اغمى علي اغمى علي اغمى علي، هذه خطره والله. اصحى اصحى بس اصحى، ايش تسوي حبيبي انت الان؟ حبيبي انا عندي طاقه ما تكفيك لبين ما تشبع انت الان، والله ما من... وين رايح؟ نزل تحت، والله نزل تحت، دين اخفز عليه من هنا ولا لا؟ ايش يسوي؟ يرجع طاقته من تحت. نزل نزل نزل، تعال تعال، ايش تسوي انت الان؟ ايش تسوي انت الان؟ افتح الكلام، سوي فيها بطل انت امام الكل يعني الان؟ خذ هذه الان امام الكل، هذه الان خذ هذه الان، مع السلامه. سوي عليك سيجنتشر هذه الان، شايف هذه السيجنتشر؟ سامع فيها الان دي سيجنتشر؟ سوي عليك الفينشر الان، يلا اصحى فينشر، بحاول اخذ عليه من الارض يا شباب، ما ادري اذا مسموح ولا لا، بس يا رب اني اسويها كمان فينشر الان. بوم فينشر مامكالو، مع السلامه. يب ما يمديني من الملعب هنا، تعال تعال خليني اصحيك شويتين، يلا مع السلامه، خليك بالارض خليك بالارض. يلا فينشر مامكالو، هذه هي، اقسم بالله لو ما ذاك يا مامكالو والله عيب عليك، والله مامكالو هو مع الفينشر كمان ترى شباب. يلا مامكالو يلا، بوم مامكالو، تكفى مامكالو تكفى يا مكالو، يلا بسرعة بسرعة سريع، يلا واحد اثنين ليتس جو. أخيرا قسم بالله، معاناتي يا جماعة والله إني كسبت الحزام بمعاناة جدا كبيرة.
يا لها من ليلة رائعة في راو. ليس الكثير من السوبر ستار استطاعوا الفوز بالبطولة في أول ليلة يا جماعة، هذه أول ليلة لي وفزت بالبطولة يا حبيبي، والقادم أفضل يا جماعة. والله يا أنه كانت معركة حامية بشكل مو طبيعي. هذه المعركة أقسم لا طولت فيها كثير، يخربت المعركة 50 دقيقة جالس فيها هذه المعركة يا شباب، 50 دقيقة والله 50 دقيقة. جلدت وجلدت يا شباب، علمت سامي من هو الكينج ممكاله الآن. ابلع يا سامي ابلع هذا الحزام. أي وات، لا 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 كذا غش والله يا جماعة، الأمر لم ينتهي لك الآن. لا لا ولد ابلع، كفو 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 ممكاله، كفو ممكاله، اجلده بالله عليك اجلده، دخله بالقفص وحش والله انك وحش، دخله بالقفص ممكاله، كفو. ايوه ايوه والله راح اسويها والله. تعال هنا تعال اوريك، تعال هنا خش القفص، سكر عليه ابلع سكر، يلا مع السلامه روح، شكرا مع السلامه، خليك جوا الان. ايش لا تقول لي راح يدفها الان، مستحيل شباب. واو اوه ماي جاد، انا كنت خض خض الان بالداخل بكون. يخرب بيت الحاله، هذه الحركه اسطوريه والله. يلا مع السلامه ثاني مره لا تجي، انا الانتر كونتيننتال الجديد يا جماعه، تشامبيون الجديد. مباراه اولى اسطوريه اقسم بالله اني استمتعت يا شباب. انتم تصدقوا الان بالمستقبل راح يكون في مباراه طاوله، مباراه سلم، مباراه كل شيء. فهو هل انت مستعد لظهورك الاول الكبير في راو ليلى؟ اه هذه قبل خمس ساعات هذه، اوكي هذه قبل ما اتبارز. منذ وقت طويل وقد استحققت ذلك. شكرا لك. والله يا جماعة صح انه انا ليش مضطر استخدم ذا لوك، ابي اغيره يعني، فجالس اسأل اللي يمديك يعني، بس الان ما يمدينا. يب والله شباب انا اشعر اني مقيد، اريد ان اكون بشخصيتي فحسب، ما ابي اكون ذا لوك مدري من، انا شخصيتي. هذا مو مجرد لقب لك الان، WWE كلها باكملها خلف هذا اللقب، خلف هذا اللقب. A championship opportunity. يعني أنا مضطر أمشي مع هذا الاسم للنهاية يا شباب، للأسف شديد أنا ما كنت أحب هذا الأمر، بس يلا. وهذه كمان لي يا شباب لأن القفل يعني اسمي الآن. A lock. Lock يعني قفل. Is that left over from John Cena's chain gang days? أوه هذا ما بقى من جون سينا. Things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I gotta run, but I promise this is gonna be fine. اوكي شباب، هو يقول لي اعدك انه الامر راح يكون كويس، ثق بانه اسمك ذا لوك راح يكون اسم موفق لك ولا ما عليك يعني. اوكي شو لك انت ذا لوك، اوكي شباب راح اثق فيه، لان انا سمعت انه انت ذا لوك، انت القفل، انت مدري ايه، انا بكون قفل يا شباب ما علينا الان. يعني ما له ولا ذا الاسم مدري والله، بس ما علينا، جالس يقنعني انه ارضى يعني بعدين بالضبط. هل انتهينا هنا ام؟ انتهى التصوير، هذا قبل خمس ساعات من دخولي الى الحلبه يا جماعه، ودعس سامي زين الان اوكي. اوه هذه شبكه تويتر هذه اتوقع يا شباب، انا سمعت انه فيها تويتر، كل مصارع بيعبر عن تويتر باشياء، ذا لوك سوى كذا، ذا لوك انا راح اتبارزك مدري ايش، هناك راح نسمع اخر الاخبار، هناك راح نتحدى اغلب المشاهير يا جماعه. والله لاجلكم الاسبوع الثاني راح نشوف ايش منتظرنا الان من الشباب. وهذا الاسبوع الثاني اوكي. Hey. Didn't get the chance to say hi last week. من هذا شباب؟ That was a hell of a debut. ما أعرف ده والله. Thanks, Gabriel. Gabriel هذا. Call me Gabe. Gabe. Excuse me, Gabe. Can you turn to camera and introduce yourself? من هذا؟ Seriously, Gabe? I've been in WWE for 10 years. I think whoever's watching will know. والله أنا ما أعرفك، إلا أنا من 10 سنين بالWWE. But just in case. Fine. I'm Gabriel Slade. Three-time U.S. champion, two-time intercontinental champ, Ooh. Multi-time tag champion, and all-around good guy. All right, later, Locke. Call me champ. Okay, champ. شايف يا شباب أنا ما أحب أحد يناديني كذا. I think we got it. I need to go get changed. أيوة كفو، بروح أغير ملابسي مع السلامة، مو فاضي لك الآن. بس تصورني إيش اسمك إيش تسوي مدري، خلاص. أوه شوف الحزام معي، حزام الانتركونتيننتال، ليتس جو. سامي زين والله يا شباب ناويين على الشر، هذا هو يا شباب. والله ناويين الشر والله. احتفظ سامي زين بلقبه لمدة 65 يوم، كم سيمتد حمل ذا لوك اللقب؟ أوكي، أوكي سامي احتفظ فيه 65 يوم يعني شهرين وخمسة أيام، أنا كم راح يطول معي؟ مستحيل أخسر، تخيل إني أخسر بمبارزة، والله لنجلد والله يا شباب، والله بنقهر إذا خسرت المباراة صراحة يعني. أوكي شباب أنا كسبت هذا البوكسر اللي مكتوب عليه ذا لوك، أوكي طيب إيش أسوي الآن؟ هذا هو سامي زين، شوفوا شباب كيف مسوي برغبته الآن أنا. أوه مديني أكلم هذه وأكلم ذا. هذه من هذه بالتحديد، من في كمان غيره الان في هذا كلهم بنات هنا ولا ايش في؟ هذا كمان جابرييل هنا، هذا مكاني الجديد هنا والله اتوقع يا شباب. بس تدرون ايش انا بكلم سامي زين، ليتس جو شوف سامي زين ايش صار معه. واو لوك هو ات از، انظروا من هناك. سامي وات هابند تو يور نيك؟ او ماي جاد
You know exactly what تعرف بالضبط ما حدث. لم يكن لدي أدنى فكرة عن من أواجه وخسرت نتيجة لذلك وعانيت أضرار جسدية ونفسية بعد أن هاجمتني بتلك الخزنة كاتب. سأقاضيك لأحصل على كل ما عملت من أجله. أفضل التغلب عليك في الحلبة بدلا من قاعة المحكمة. هناك لا يبدو أنك في حال مناسب لذلك. أجلد يا ممكن. لا لست كذلك بفضلك أنت وألاعيبك، لكن ربما يمكن الوصول إلى حل ما. إيش يبيع بالحزام أتوقع؟ لن أقاضيك بالشروط الآتية. أولا عندما أكون مستعدا سأعيد المباراة على لقبي. يبي يرجع يلعب معي بعدين. ثانيا لن يمكنك استخدام الخزنة كجزء من دخولك مجددا، لأنها ستسبب مزيد من التوتر الجاري في موقف حرج. أحسن لي والله، شكرا لك. ما يبي أستخدم الخزنة من جديد يا جماعة. لقد أخبرت الإدارة بالفعل أني لن أستخدم الخزنة مجددا. على أي حال أخبرني فور استعدادك تخسر أمام مجددا. لكن لن أكون الخاسر. وفي الوقت الحالي لدي شرط آخر لإيقاف الإجراء القانوني. اولا يجب ان تواجه الخصم الذي اخترته بنفسي حتى اتمكن من الاستراحه والقيام بمزيد من المراقبه. يعني هو اختار لي خصم، انا لازم ادعسه الان يا شباب. اوكي ما راح اواجه الان. ستعرف ذلك في الحلبة. شعور سيء الا تعرف من الذي تواجه. صحيح حظاً سعيدا. يا ساتر راح يخليني اواجه احد ما اعرفه. شباب اقسم بالله حماس. جيب العندي الان بسرعه. جيب العندي الان. اوكي كان راح يرفع علي قضية. للأسف يا جماعة مشينا من القضية هذه ومشينا على جنب الآن. تفادينا القضية بإني أواجه هذا الشخص من ضمن شروطه طبعا، وإني ما أدخل بالخزنة مرة ثانية للحلبة، زائد أول ما يتعافى راح يواجهني على اللقب ومن جديد. يعني تعال نشوف من ينتظرنا بالحلبة الآن يا شباب. أوكي مباراة ودية ضد شخص هو محدد الآن، إلك أنا راح أستمتع إنه هو راح يدعسك الآن. طيب خلينا نشوف من هذا الشخص. أوكي أنا راح أتوقع يكون شخصية مشهورة نوعا ما. ذا لاك دخل بدون خزنة بدون شيء. راح ندخل كذا يا شباب مثل ما شايفين هذه السلسلة. اوكي شوف الحزام والله رهيب، والله اقسم بالله الحزام رهيب يا ولد. يا ولد ايوه ابلع هات ممكالو. ليتس جو فروم فرانس. قال من فرنسا والله. العب انتركونتيننتال تشامبيون تي ركس يا شباب. هذا لقبي الان، انا لقبي تي ركس طبعا. يا ساتر اقسم بالله شباب شخصيتي هيبه والله. احسها هذه شخصية راح تسبب متاعب لكثير من المشاهير يا جماعه. شوف 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 كل الجمهور يحبني والله، يا اني سويت قاعده جماهيريه اسطوريه والله. ليتس جو يا مدير ليتس جو. اوكي شباب الان دخل المتسابق الثاني او المصارع الثاني. من هو هذا المصارع يا ترى؟ من اي من هذا الشباب؟ ما اعرفه والله. انا ما اتابع المصارعه شويتين يا جماعه. اسمه ريدج هولاند يا جماعه. ما احضر مصارعه شباب للامانه، ما اعرف من هذا الشخص. بس تدرون ايش؟ اللي يعرف يكتب لي تحت بالتعليقات، وانا اسف اذا كنت تتابع هذا الشخص لانه راح يندعس دعس مو طبيعي الان. ادخل خليني العب مع مصارعه عاديه، والله يا جماعه اسوي عليه فينشر مرتين يمكن. اسوي فيها بطل انت الان علي انت وجهك ذا؟ وربي لا يوريك. بس ليش داخل بعصايه؟ ما فهمت، ايش دي العصايه؟ ايش اسوي يعني؟ بدت شباب بدت، بدينا شباب بدينا. يلا تعال هنا. لا مو بالبدايه مو بالبدايه، هدي هدي يا ولد هدي. يا ولد هدي يا ولد، ما صلى على النبي يا ولد. اوه ماي جاد. ما علي ما علي ايزي ايزي. يلا يلا مع السلامة خلاص يا تراك فلت الآن. تعال هنا أوريك من أنا، تعال هنا أوريك من أنا. خذ هذه وخذ هذه هذه. الحق الضرر بريدج هولاند. أوكي رح نلحق الضرر فيه بشكل. هم يعطوني طبعا الآن شباب تعليمات بالبداية لازم أسويها طبعا. أوكي إيش أسوي؟ ما أدري والله إيش أسوي الآن. تعال هنا خذ هذه الآن، خذ هذه كمان الآن. أوه هذه الحركة مني أحبها شباب، هذه الحركة كذا لما تسوي بالعادي والله إنك تشد الجلد الآن. أوه ماي جاد يخرب بيت الحركة. نايس والله. اي شوف كيف جالس ارقص انا الان. اقسم بالله شباب قمه المسخره والله. اي حركه حكرت يا حبيبي. خذ هذه كمان الان. ابلع هذه كمان. مع السلامه يا حبيبي. تدري ايش انا ما شبعت منك الان. اصبر. اطلع لي مكالو اطلع لي الان. اطلع لي مكالو اطلع لي الان. اطلع لي مكالو اطلع لي الان. اطلع لي مكالو. اح والله كسرت رجلي شباب. بعيده كثير كانت الان. يلا مو مشكله هذاك مصحي اصلا. خذ هذه يلا مع السلامه خليك تحت الان. ليش احسه ضعيف بزياده؟ ذا ما يسوي شيء يا شباب عشان يمنعني. اوكي تكلمت 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 يا شباب تكلمت. خذ هذه خذ هذه يلا مع السلامة. انزل خليني اقفز عليه اقفز عليه. بوم نايس وان يا حبيبي نايس وان. هاي ليتس جو. هذه كمان بيدك هذه هنا شايف يدك تشوف الان. سلم لي على يدك الان عزيزي. خذ هذه الان شباب شوفوا لي ذي الحركة. بوم شايف ذي الحركة ولسه شوفوا لي ذي الحركة كمان. بوم وشوفوا لي ذي الحركة كمان شباب لسه ما شبعت. خذ هذه كمان والله صحي يخرب بيته صحي. جاك الموت يا تارك الصلاة. بوم شقلع. ها 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 شقلع. ابلع خذ هذه كمان مع السلامة.
مع السلامة. وخذ هذا كمان، ما تطيح. طيب انت الان لازم تثبته الان، طح لازم تثبته شباب، اجلس السرعة بالتثبيت. خذ هذا يا حبيبي، ما يمديك تسوي معي شيء انت الان، انت ما يمديك تسوي معك شيء. طيح الارض شويتين. اوه اوكي اوكي معنا، خذ هذا يلا مع السلامة. لازم تثبته شباب الان بالارض. والله ايزي مصارعة، احس لكم الان ده خصم ضعيف جايب يده عشان يخاصمني الان. استهبل عليك والله العظيم، الحق الحقني. اوه يخرب بيته جابني والله. طيب سوالف شويتين. اي ما نفعت، لا لا ما نفعت. خذ هذه خذ هذه خذ هذه خذ هذه الان. وين هرب؟ ما كان كنت ابي اثبته، هرب والله شباب. اوه بدي اسوي على الفينشر، بدي اسوي على الفينشر شباب. الفينشر الفينشر الفينشر، مكالو مكالو، اصحى الفينشر يلا بوم. ها شقرا ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. يلا شباب نثبته الان يا جماعه، نثبته الان ليتس جو. ثبته واحد اثنين. اي لا سامي زين جاء. لا غش والله غش، اقسم بالله غش شباب. شوف الغشاش، والله شخصيتك كريهه يا سامي زين باللعبه، والله انك كريه والله. احصل على الخزانه يقول لك انا اجيب الخزنه. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا شباب، هذا غش والله. سامي زين انت شخصيتك غبيه كثير باللعبه والله، معليش يعني. ايش ذا اللعب الغير اخلاقي الان؟ جاي من ورا تضربني بقلاده ومدري ايش. شوف 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 شوف. اه ما بدي ادافع عن نفسي شباب، والله راح يجلدني الجلد، راح يدخلني الخزنه شباب، راح يدخلني الخزنه شباب، راح يسوي فيه مثل ما سويت فيه والله. او ماي جاد، ما بدي اصحى الان ادعسكم الاثنين. يا ساتر ايش يسوي الان ده؟ او ماي جاد يا حبيبي والله جلدوني شباب، ما بدي اسوي شيء مع الاسف، اقسم بالله ظلم شباب. لا وات، راح يسكر هذا علي. ما يمدي ما يمدي شباب، ما يمدي، ضعيف. ضعيف شباب ما يمدي. لك تعال ساعدني الان. وكذا يمديني اتفادى انا. مكالو تفادى. مكالو تكفى تفادى مكالو. ما يمديهم الاثنين شباب. لا تكفى مكالو اصحى. اي كفو جابرييل جاني. جابرييل جاء. ليتس جو جابرييل. هذا صديقنا جابرييل والله وحش، اقسم بالله وحش. والله وحش يا جابرييل. والله جابرييل انقذ حياتي شباب. تخيلوا منزلين علي ذي، والله مصيبة كانت. ابعد عني انت الان شويتين، هذي لك انا معك، ساعدتك الان هنا. انا ليش كذا ادفشه والله، اني ما اعرف والله. هذي لك طيب انا ايش اسوي الان؟ حق علي ساعدته الان يا لك الان. كيف كان شعور ان ترى حياتك ها منزل تغريده شباب. كيف كان شعور ان ترى حياتك باكملها تمر امام عينيك يا ممكالو؟ على الارجح ليس جيدا، خاصه ان حياتك كانت مزريه وبلا قيمه على عكس حياتي. وتهك وهنا يقول لي، وشوف هذا انا شباب ارد عليه بالله، شوف شكلي شباب بالله بالله شباب، شوف شكل وجهي الان. يسر انك تحسنت يا سامي زين، لكن انت والابله الذي معك كان يجب ان تقضوا علي عندما كانت لديكم الفرصه، الان ستدفع الثمن. كفو ممكالو، اجلد ولا تبالي يا ممكالو، وربي اجلدكم والله والله لتنجلدون. اوكي هذول كلهم تغريدات الابطال يا جماعه الخير. افتخر بذلوك، علمت انه يمكنه النجاح. كفو يفتخر فيني، وهذا كمان شباب. جون سينا يتكلم عني كمان ولا؟ بحث احدهم عن في ارشيف وعثر على سلسلة القديمه. هذا القلاده اللي معي لجون سينا كانت والله. ظننت انها سرقت شخصيات الاساطير المصطنع عملي. انا ذا لوك، من هذا اللي سارق الشخصيات هذه؟ ايش فيهم هذول الان؟ لا احد في دبدبه في امان من ذا لوك، معذره يا سامي زين لم استطع المقاومه. او ماي جاد على الجلد. ذا لوك ضمن انتركونتيننتال تشامبيون في ظهور الاول رائع. بعد الفوز بلقب انتركونتيننتال ربما يجب ان نغير لقبي الى لوك فور لايف. اي شوف يتمسخرون على سامي. لقد شاهدت ذا لوك يتنافس في جميع انحاء العالم، لا اصدق انه اصبح في دبليو دبليو اي الان. ابلع انت يا حبيبي ابلع. فيا شباب انا اتوقع راح انهي المقطع معنا في هذا المكان، اتمنى انكم استمتعتوا يا جماعه الخير باليوم الاول من مغامرات نمط المهنه، صراحه شيء جدا اسطوري، مغامرات لا تعد ولا تحصى في انتظارنا يا جماعه، راح نسوي اشياء كثيره، اتمنى دعمكم مع هذا المقطع بزر لايك يعني، القاكم بالحلقه القادمه ان شاء الله، السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله. The best of you was a no-show, even though I never thought so. I never knew you were with someone new. Memories, scenes in slow-mo.